بلدنا عامر بالتراث وبالحضارة وبالجمال وبالمناطق السياحية الكثير جدا، المفروض انها هي تخليه في مصاف الدول المتقدمة، او على الاقل اذا ما كان في مصاف الدول المتقدمة في مصاف الدول اللي ما عندها اي مشاكل اقتصادية للمناحي الكثيرة جدا زي ما قلنا انه هو بيتمتع بها كل اشكال التراث من اهرامات لاي حاجة ولا دخل بالتراث واي حاجة ممكن تجذب سياحة. احنا عندنا في بلدنا طبيعة موروثات كثيرة جدا ثقافية وفنية ممكن تجذب السياح من كافة أنحاء العالم متى ما حافظنا عليها يا حسن وقدرنا إنه إحنا نحافظ عليها ونطلعها بالشكل اللي بيليق بها والمناسب. صحيح، والحاجة الوحيدة اللي قاعدة تخلي الناس عندها أمل وطاقة إيجابية في السودان ده برغم ما بنعيش في مشاكل مجموعة بتاعت مشاكل وكل يوم مشاكل جديدة، إلا إن السودان ده بيسخر لسه بمجموعة كبيرة من التفاصيل اللي ما شفناها ولا عرفنا عنها شيء، إذا كان في الثقافة في التراث في السياحة، ففقط هي محتاجة لبيئة آمنة وبيئة مستقرة عشان تقدر تعكس المنتوج الثقافي الكبير اللي بيحتضنه القالب السوداني. ده اللي حينتج طبعا هذه الفقرة اللي واحد من الناس السودانيين المحبين لهذه البلد افتكر فكرة وابتكر ابتكار جميل جدا عنه نتج مركز جبال النوبة للتراث الثقافي للمحافظة على الجانب التراثي الثقافي غير المادي في جبال النوبة اللي بيحتوي على مجموعة كبيرة جدا من الطاقات الشبابيه والتراثيه المختلفه. الاستاذ عبد الله كلشر، مرحبا بك، سعداء تكون معنا من خارج المملكه. الف مرحب. الف مرحبا يا سعيد. حبابك مرحبا بك. الف مرحبا. اول حاجه اسمح لي اني اترحم على شهداء النضال والثورات السودانيه منذ فجر تاريخ هذا الوطن، هذا السودان الجميل، ونسال الله سبحانه وتعالى انه يشفي الجرحى وعوده حميده للمفقودين. وأسمح لي برضو أن أتقدم بجزيل عبارات الشكر لمجلس إدارة القناة قناة البلد، والتحية موصولة لكم ولجنود المجهولين خلف الكاميرات والإخراج، ألف شكر لكم. أهلا بك. بداية حدثنا عن المركز، من وين جاءت الفكرة وكيف نشأ؟ طيب، مركز جبال النوبة للتراث الثقافي هو مركز نتج عن مجرد سؤال في جروب عندنا جمعية اسمها جمعية الأجم للتراث والثقافة، والأجم هي واحدة من المجموعات اللغوية المكونة لإقليم أو ولاية جبال ولاية جنوب كردفان جبال النوبة. فكنا في اجتماع واحد من إخواننا واللي هو الأستاذ ياسر موسى حمود، وله التحية ولكل التيم العامل في الجمعية، سأل سؤال: كيف نحمي ونصون ثقافتنا وتراثنا من السرقة والاندثار؟ سؤال كان كبير. أنا تابعت السؤال ده يعني في الجروب، ما في إنسان يتفاعل معه، فقمت اشتريت لي كراس كتبت فيه السؤال وبديت أجاوب على السؤال ده. يعني وصلت لحاجة بتاع 18 صفحة وعملت ستوب. لما وصلت للصفحة 18 لقيت إنه ده مركز ثقافي، عشان تجيب على سؤال زي ده كيف تحمي وتصون ثقافتك وتراثك من السرقة والاندثار، انت محتاج لمجموعة خطوات. مجموعة الخطوات دي بتقودك لانك يجب ان يكون عندك جسم اعتباري، مركز، جمعية، رابطة، اتحاد، ايا كان المسمى، انت محتاج انك تنطلق من قاعدة بتاعت جسم اعتباري معترف به من قبل الدولة، توفرت له كامل الامكانيات وكامل المقومات بتاعت الجسم الاعتباري، بناء عليه بتقدر انت عبر المركز بتاعك ده تقدر تخاطب المجتمعات. صحيح. باسم افضل من انك تمثلهم كفرد. فالحمد لله يعني لما وصلنا للخطوه الاخيره جاتني يعني فرصه انا بعتبرها هي هديه من الله سبحانه وتعالى، في بدايه العام 2018 في فبراير 2018 منظمه اليونسكو دخلت السودان بمشروع اسمه مشروع صون التراث الثقافي غير المادي 2003. والحمد لله بحكم مشاركاتي السابقة في الولاية بحثوا في الملفات وجدوا اسمي ورقم التلفون، اتصل علي ناس إدارة التراث والثقافة. هم ما كانوا بيعرفوني لكن وجدوني من ضمن التيم اللي كان عامل في المشروع قبل كده. فطروا علي قال لي يا أخي في ورش عاملاه اليونسكو في الخرطوم، فنحن رشحناك كواحد من نشطاء الثقافة والتراث عن الولاية، فرأيك شنو؟ قلت له ألف مرحبا. خلصنا ورش لفترة بتاعت سنة كاملة احنا شغالين مع اليونسكو، فلقيت انه دي الفكرة بتاعت السؤال دخل على منظمة اليونسكو بدورات تدريبية لمدة سنة كاملة، اتكونت لي فكرة عامة عن التراث على مجموعة مستويات على المستوى العالمي
الناس بتتعامل مع الثقافة والتراث كيف، بتفكر في الثقافة والتراث كيف على المستوى الإقليمي كمنطقة عربية وإفريقية، الفهم بتاع الناس عامة عن التراث والثقافة شنو على المستوى الوطني برضو، احنا كسودانيين بنفكر في الثقافة والتراث كيف، على المستوى الولائي برضو بنفكر فيه كيف، على المستوى بتاع المناطق كيف نتعامل مع ثقافتنا وتراثنا. فأجبت على الحاجات دي كلها في خطة استراتيجية. نعم. خطة استراتيجية من 5 محاور بمعدل 2 سنين لكل محور. بتقوم الخطة الاستراتيجية أولا على التوعية والتثقيف بأهمية التراث الثقافي غير المادي وضرورة المحافظة عليه بالرجوع لشنو، كيف نحافظ ونحمي ثقافتنا وتراثنا من السرقة والانهيار. في نفس الإطار نكون في يعني شغل بتاع بناء قدرات وإعداد كوادر. أنا عايز أنفذ مشروع يجب أني أبني قدرات وأعد كوادر عشان ما تنزل الأرض وتبدأ تشتغل في تنفيذ المشروع. دي المرحلة الأولى أو المحور الأول. المحور الثاني الحصر. أنت عشان يكون عندك مشروع وتقدر تنفذ المشروع بتاعك بطريقة علمية يجب عليك أنه الخطوة الأولى تشتغل شغل بتاع حصر. يجب أنك تحصر الحاجات بتاعتك عشان بعد ذلك تقدر تشتغل شغل بتاع إطارات. بعد الحصر في المرحلة بتاعت التوثيق، دي المحور الرابع. المحور الأخير واللي هو الأرشفة وبناء قاعدة بيانات ورفع البيانات دي تحت المراحل السابقة كلها في ويب سايت عشان أي واحد يرجع لها في أي وقت تكون متاحة. بالضبط. طيب أثناء كلامك أنا عملت مقارنة بسيطة كده ما بين إجابتك أنت على السؤال بتاع كيف نحمي التراث الثقافي، إجابتك ب18 سطر في كراس. أنا مقارنتي كان في إن الكراس ده هو المركز اللي أنت فكرت فيه ومركز جبال النوبة. والأسئلة الكثيرة دي أول إجابة اللي فيها 18 صفحة دي هي ما تحتويه جبال النوبة من ثقافات وقبائل. فكيف المركز يعني حيجتمع فيه كل الاختلافات دي؟ يعني الفكرة بتاعتك شنو في إنه في مجموعة من القبائل إثنيات مختلفة ثقافات مختلفة، كيف المركز حيقدر يستوعب كل هذه القبائل يعني؟ جميل، سؤالك جميل جدا جدا. أنا قلت الحصر ده بيشمل حصر كل المجموعات اللغوية، هي 12 مجموعة لغوية في الإقليم أو في الولاية، 10 بتاعت نوبة عليهم المجموعة بتاعت القبائل الأفريقية اللي موجودة معانا، البرقو والبرنو والفلاتة، وأضف عليها القبائل العربية الموجودة وكان قبل العام 2010 ما يسمى ولاية غرب كردفان كانت هي جزء من جنوب كردفان. 2010 كان الحصر اللي عملناه عبر مشروع اسمه خارطة الثقافية لجنوب كردفان شمل المنطقة الآن اللي اسمها غرب كردفان، دي كان الداخل في قبيلتين القبائل العربية اللي هم الحوازمة والمسيرية. فإحنا عبر خطة معينة، أول حاجة لما تعمل حصر للمجموعات الإثنية اللي موجودة عن طريق الإدارات الأهلية، دي الخطوة الأولى. أنا عندي 10 مجموعات نوبة، العشر مجموعات نوبة دي عملت قائمة بالعشر مجموعات كلها، مجموعة مثلا الأجن، مجموعة قولوم، مجموعة الأما، مثلا مجموعة بتاعة تقوي، مجموعة تقلي، كل المجموعات العشرة دي كلها أنا كتبتها. بعد ذلك أنت بتجي راجع للمجموعات العشرة دي بتشوف داخل كل مجموعة هل المجموعة الواحدة دي داخلها مجموعات متفرعة ولا لا. مثلا مجموعة الأجن مقسمة لأربعة مجموعات داخلية متفرعة، واللي هي مجموعة المنطقة الغربية، مجموعة الدرنج، مجموعة الأنشو أو قولوم الغلفان، ومجموعة الكدرو. بتصنف الكلام ده داخل المجموعة ذاتها الواحدة، مثلا مجموعة الكدرو عندها بطون، فعملت تسلسل، عملت قائمة بكل مجموعة بالمجموعات المتفرعة منها بالبطون بتاعتها وبالأسماء بتاعتها التاريخية. يعني مثلا منطقة هسه بقولوا الغلفان، هم ما اسم ده ما اسم الغلفان، اسمه لونشو. احنا المنطقة بتاعتنا بقول لها الآن الجبال الستة، هي ما جبال ستة، الاسم التاريخي بتاعها هي كدرني أو منطقة الكدرو. طيب يا أستاذ عبد الله، الأسماء المغلوطة والمعلومات المغلوطة الكثيرة جدا اللي أنت بتتكلم عنها، أيوة، فكرة الحفاظ عليها أصلا ما محتاجة مثلا جهات حكومية أكثر من محاولات أفراد أو مجموعة بسيطة للحفاظ عليها؟ والله هي الحكومات لو كانت بتساعدنا نقول لهم ألف شكر لكم يا حكومة، لكن المشكلة الحكومات ذاتها يعني الجهات المعنية بالمسألة بتاعت موروثات الشعوب أو تراث ثقافات الشعوب يعني حقيقة بتجد إنه هم
يعني اقل الناس علما بالمساله دي للاسف، للاسف الشديد يعني. بكل اسف انه دولتنا في السودان هنا اخر ما يعني الجهات المعنيه عن الثقافه والتراث، اخر معنى هي الثقافه والتراث ذاتها. يعني الجوب ديسكريبشن بتاعهم، الوظيفه بتاعتهم اللي اساسا باخذوا عليها مرتبات، ما بيهتموا لها. ونحن لو قلنا ننتظر الحكومه، دي تراثنا نحن وثقافتنا نحن. الحكومه لا ترقص، الحكومه لا تدب الكرن، والحكومه لا ترقص كمبل ولا تعزف على الوازه. الحكومه تلعب سياسه فقط، الحكومه تلعب سياسه. نحن بنلعب الكرن والكمبل والبوكسه والكيسه والحاجات دي كلها والدرملي بالنسبه لاهلنا الاخرين. طيب الاحدث المركز من حراك ثقافي الان في جبل النوبه، هل تواصلت مع خلاف الجهات الحكوميه يعني؟ ايوه. اذا كان قطاع مدني، اذا كان شباب، اذا كان ناس عندهم علاقه بالتراث، في حراك هل حصل بعد تمت انشاء المركز؟ في حراك، واسمحوا لي عبر المنصه بتاعتكم دي اتقدم بالتحيه للاخوان في الاتحاد العام للتراث الشعبي اللي هم اللي وصلوني لكم هنا. وبشكر الاستاذ اخونا الطاهر والدكتور صلاح فرج الله. احنا الان عندنا تجمع بتاع قبيله التراث، يعني في رابطه، في اتحاد، في مركز، في فرقه، بنجمع الناس دي استعدادا للمرحله التاليه، يعني للثوره. احنا عندنا امل كبير جدا في انه السودان يعني يخرج من الوهده بتاعته دي، يخرج من النفق المظلم اللي فيه، وننتقل لدوله المؤسسات ودوله اللي بقول على دوله الحقوق والواجبات. فاحنا المرحله دي عايزينها لما نجي، احنا بعد ما عايزين احنا كناس حملت موروث وناس صناع الموروث ومنتجي موروث، احنا ما عايزين نكون تحت اداره موظف حكومه. احنا عايزين نقود المسيره دي بنفسنا نحن. يعني المرحله الجايه احنا هنطالب بمفوضيه بتاعت التراث والثقافه، منفصلة تماما عن وزارة الثقافة. وزارة الثقافة بتاعت الحكومة في الرياض فعلوا ما يريدوا، لكن المفوضية دي سلموا لنا نحن صنع هذا التراث. لأنه يا جماعة التراث ده الآن منظمة اليونسكو أطلقت مشروع اسمه ألفية الأمم المتحدة للسلام والتنمية المستدامين في العام 2030، والوسيلة لتحقيق السلام المجتمعي والتنمية المجتمعية في إفريقيا هي الثقافة وتراث شعوب العالم أو شعوب إفريقيا. فلو كان الأمم المتحدة اتخذت من الثقافة والتراث كوسيلة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، إذا إحنا عندنا الكنز اللي بيمكننا من إنه إحنا نعيش في عالم متسامح مع نفسه، عالم كل واحد فينا يقبل الثاني. والنقطة اللي أنت ذكرتها مسألة التنمية، التنمية المستدامة بتقوم على الثقافة والتراث، لأنه الثقافة والتراث هي اللي بتنتج لك الإنسان، هي اللي بتخاطب بوجدان الانسان. فنحن اليوم لو جينا مثلا عايزين نعمل لنا اي حشد جماهيري سياسي، حيسالك انت تبع يا حزب ويا كذا، ما يكون في ما في نقطه بتاعت التقاء. صحيح. ولو جينا مثلا لمساله الدين، نحن كشعب سوداني مسلم عندنا ناس مسيحيين معانا في الدوله السودانيه، عندنا ناس ديانات كريمه، عندنا ناس بيعتقدوا ماذا؟ بيعتقدوا في الكجور، ما حتقدر تتفق معاهم في الجانب بتاع الدين. لكن عشان انت تقدر تخاطب المجتمع ادخل في الوجدان بتاع المجتمع. وجدان المجتمع في شنو؟ الموروث بتاعه فقط. نعم. طيب اتفاقيه صون التراث اهم البنود اللي جات فيها شنو؟ والشركاء الفعليين في الاتفاقيه دي منو؟ اهم البنود اللي جات في اتفاقيه صون التراث الثقافي، وانا ده بعتبر انه واحده من الاختراقات اللي عملتها منظمه اليونسكو. اول خطوه ضروره مشاركه الجماعات والمجموعات والافراد في كافه مراحل التنفيذ. نعم. يعني مراحل التنفيذ دي من بدايه الدورات او الورش اللي انت بتعملها، يفترض انك تجيب ممثلين لحمله الموروث وصناع هذا الموروث يكونوا موجودين في الورش عشان يستوعبوا الاهداف بتاعت الاتفاقيه شنو. اهداف الاتفاقيه اول حاجه حصر وتوثيق وصون التراث الثقافي غير المادي. هي مجموعه بتاعت بس لو سمحتوا لي فضل. عشان ما اجيب حاجه من عندي يعني. طيب احنا بنجي لاتفاقيه صون التراث الثقافي، فيها الاهداف بتاعتها هنا واضحه جدا جدا، وانا بعتبر انه اتفاقيه صون التراث الثقافي دي حقيقه دي ممكن تكون في محل اتفاقيه السلام العالمي. نعم. لان ما تركت لا شارده ولا وارده بتعني المجتمعات الا ذكرتها. اهداف الاتفاقيه صون التراث الثقافي غير المادي. نعم. احترام التراث الثقافي غير المادي للجماعات والمجموعات المعنيه والافراد المعنيين.
التوعية على الصعيد المحلي والوطني والدولي بأهمية التراث الثقافي غير المادي وأهمية التقدير المتبادل لهذا التراث، وأخيرا التعاون الدولي والمساعدة الدولية. أربع أهداف. لكن كل هدف لو جيت فكفكت الهدف ده تلقى ممكن أعمل لك كتاب زي ده. طيب العناصر الثقافية في جبال النوبة عشان تدخل في الاتفاقية أو تدخل في المركز محتاجة لبعض الشروط تقريبا، هل من شروط يعني ولا كل من لديه الخيار هل ممكن يكون معاكم جزء من المركز؟ عشان تنفذ الاتفاقية عشان ننفذ الاتفاقية أكيد عندهم شروط. طيب منظمة اليونسكو عندها شروط، واحد من الشروط أنك أنت تكون مسجل بصورة قانونية. نعم. ده واحد. اثنين، بيكون لصيق بالبيئة المنتجة لهذا الموروث، وعشان تأكد التصاق بالبيئة دي محتاج منك انك تحصل على موافقة حرة وواعية ومستنيرة من القيادة بتاعت المجتمع سواء كان سلطان او امير او مك، تاخذ الموافقة بتاعته. الحاجة الثالثة، علاقتك بالدولة شنو؟ لأن هنا المنظمات بتراعي السيادة بتاعت الدولة. نعم. ودي بتجي من خلال علاقتك انت بالدولة، انت مسجل بصورة رسمية بصورة قانونية. بعد ذلك بتجي للجوانب الثانية، مدى فاعلية الجسم بتاعك انت في المجال، هل نفذت اي نشاط؟ ولو نفذت نشاط بتجيب المؤشرات بتاعت تنفيذ النشاط ده. انا مثلا عملت لي مهرجان ثقافي، المهرجان ده انا وثقته، بجيب لك التوثيق بتاع المهرجان. ففي شروط معينة متى ما توفرت فيك في الاتفاقية ذاتها موجودة يعني. هنا في الحالة دي اللجنة الدولية في باريس بتعمل لها خطاب، بيعتمدوك كونسلتنت، جسم استشاري بالنسبة لمنظمة اليونسكو في السودان، رغم انك يعني انت جسم اهلي، لكن هم بيراعوا دائما بانه التعامل بتاعهم يكون مع الاجسام الاهلية مباشرة، لكن سياسات الدولة ما بتسمح لهم بكده. سبق انتوا كمركز دوركم في تنفيذ الاتفاقيه شنو؟ خصوصا انه في بنود لو اتنفذت خلينا ما يكون في مشكله ثانيه. ابدا ما حيكون اي مشكله، احنا دورنا الان يعني كمركز جبال النوبه للتراث الثقافي قطعنا شوط كبير جدا. باقي لنا بند واحد فقط. البند الاول بالنسبه لهم بيكون انت في المجال ده اقله لك 3 سنوات. نعم. البند الثاني يكون نفذته انشطه. يعني بيشوف يعني تعرض لهم عندهم في شغل بتاع برزنتيشن تبين حقك، يعني انا عملت كذا وكذا، ابرز لهم الكلام بتاعك ده في شكل ريبورت. الحاجه الثالثه، الشرط الثالث، تكون انت مسجل بصوره قانونيه وتجيب ما يؤكد بانك يعني الشهاده بتاعت التسجيل بتاعك تبرز حاجاتك دي. ثانيا، المنظمات دائما بتعتمد على الشغل بتاع الهياكل، الهياكل الاداريه بتاعتك، التراتبيه اللوائح بتاعتك، هل عندك لائحه ماليه مثلا، عندك لائحه اداريه، المهام الوظيفيه، يعني انت الهيكله بتاعتك تكون مكتمله، لانه انت حتتعامل مع منظمه دوليه. المنظمه دي متى ما اقتنعت بانك انت انسان يعني يمكن انه يعتمد عليك في جانب علاهي، صحيح الجانب العليها طالما ان اعتمدتك انت كجسم اعتباري او كونسلتنت او بقول عليه شنو جسم استشاري، نعم اختاروا جسم استشاري، بعد ده عندهم ليك ميزانيات سنويه. الميزانيات السنويه بنزلها لك دي بتنزل لك للايجارات، مثلا عايز ياجر لي مقر زي الاستوديو الجميل ده والبيت الجميل ده، بيدفعوا لك الايجار بتاعه، عندك المرتبات بتاعت العاملين، الخدمات، يعني عندك ميزانيه، يعني مصرفات المركز كله، مصرفات المركز الاهداف بتاعته كلها بتكفلوا لك بيها. طيب برضه في واحد من الاهداف المهمه جدا اللي هي عندها علاقه كبيره جدا بالاستقرار في جبال النوبه، يعني أيوة. طالما هو المركز الثقافي بنشهد صراعات قبليه بشكل مطول جدا في جبال النوبه لفترات طويله جدا، فكيف ممكن يكون المركز ده في اطار حفاظه على الطابع الثقافي برضه حفاظ على الطابع الانساني والثقافه الانسانيه في السلام والسلام المجتمعي في الاقليم؟ ايوه، السؤال الحياه اللي فيها مطايبه وسلام ومحبه يعني. بالضبط. احنا في الاطار ده سعينا في العام 2019 وعملنا دراسه بتاع الجدوى يعني تفصيليه، وتحركت انا كرئيس لمجلس اداره المركز ومشيت واجتمعت مع والي الولايه واللي هو كان الوقت ذاك اسمه اللواء رشاد عبد الحميد. الراجل مشكور
وعدنا بانه يهتم بالموضوع ده ويوفر لنا التمويل للمشروع، ويعني هو فعلا التزم بالجانب ده. برضه قابلنا امين عام للحكومه اللي هو اسمه موسى جبر ده الوالي الحالي، برضه عمل لنا يعني عمل تعليق ممتاز جدا جدا، اشاد بالفكره واكد بانه ده جزء من البرنامج بتاع الولايه فيما يتعلق بالجانب بتاع الثقافه والتراث، وانه المشروع ده يكون له اثر كبير جدا جدا في رزق النسيج الاجتماعي وفي بناء، حتى لو ما طبعا ما هيحقق السلام اساسا، لكن هو بيمهد الارضيه للسلام المجتمعي. السلام اللي نابع من المجتمع، مش السلام اللي بيجينا من القاعات بتاعه التفاوض. لانه السلام المجتمعي ده هو اللي بيرسخ لك السلام الحقيقي، وده الضمان الوحيد لانه يكون سلام مستدام. صحيح. لانه ما في عقد، ما في اتفاقيه، ما في شروط، ما في اي حاجه. الشرط اللي بينه وبينك احنا نقعد كابناء بيئه مستفيدين من البيئه دي، متعايشين مع بعض، متصاهرين مع بعض، بيكون احنا في عهد بيننا لا تعتدي عليه ولا اعتدي عليك. حصلت مشكله عندنا جهات معينه من الجهات، بنقعد الناس في الوطن بشخط ولاد بحل المشكله. اذا السلام الممكن يكون سلام مستدام هو السلام اللي بيجي نابع من المجتمع ذاته. ما يكون السلام الجاي من الحكومه. فهم فعلا اكدوا على انه البرنامج ده ممكن يحقق السلام، ومشكورين جدا جدا، مشوا معانا خطوات كبيره. يعني كل الخطوات الاوليه عشان ما نحن يتم تمويلنا من حكومه الولايه انتهت. فضلت لنا الخطوه الاخيره، طالبونا بتكوين جسم تنسيقي. الجسم التنسيقي ده مهمته انا كمركز منفذ للمشروع. الجسم التنسيقي ده انا مثلا جيت محتاج، لان طبعا المنطقه هناك يعني لها ظرف خاص او لها وضع خاص. انا عايز انتقل مثلا، اطلع من المناطق اللي تحت سيطره الحكومه واتحرك امشي المناطق اللي تحت سيطره الحركه الشعبيه او المناطق المحرره. محتاج مثلا لقاعه عشان ما اعمل فيها ورشه. هنا في الحاله دي الجسم التنسيقي ده مهمته انه بخطابات من عنده يقوم يكفل لك الشغل بتاعك انت، ما يخليك انت اللي تخاطب مثلا الجهات الحكوميه. الجسم التنسيقي هو اللي خاطب الجهات الحكوميه. تم تكوين الجسم التنسيقي من اداره الثقافه واداره الاعلام، وطبعا الولايه ولايه جنوب كردفان، وهي في 2015 اطلق على مشروع كادوغ لعاصمه التراث السوداني. لكن كعاصمه التراث السوداني ما في وزاره بتاع الثقافه والتراث. تم ادماج وزاره الثقافه والتراث مع وزاره التربيه والتعليم تحت مسمى وزاره التربيه والتوجيه، وتحول وزاره الثقافه والاعلام تحولت لادارات. اداره طبعا حاجه صغيره جدا جدا. فتم تكوين الجسم التنسيقي من اداره الاعلام واداره الثقافه. مشينا لقدام شويه، الموضوع اتكعبل. اتكعبل لانه كما زي ما انتم عارفين يعني الفتره اللي فاتت الناس عودنا راكب، السياسه بتاعت عودوا راكب. انت جاي عندك ميزانيه حتطلع لك من حكومه الولايه دي. في ناس قاعدين انت لو اساسا ما لهم شير في الحته دي شغلك ما بمش. صح، طلعت ميزانيه هم عندهم نصيب. لازم عندهم شير ده يطلع، ما في كلام. طيب من الناحيه الثانيه نتكلم عن النشطاء في مناطق جبال النوبه المهتمين بنشر التراث والمحافظه عليه، ابرز النشطاء منهم؟ والله ابرز النشاط هي المؤسسات. ما افراد. يعني حقيقه احنا ذاتنا كمركز يعني بنشتغل شغل بتاع يعني ما نركز على الفرد، حنركز على المؤسسه. جميل. لانه التركيز على الفرد ده حيدخلنا في مشاكل كثيره جدا. انا نفسي اماره بالسوء وكل انسان. انا مثلا الان بحب لي منطقتي، ودي مشكله البلد. بحب لي منطقتي انا. طيب في 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 اطار انه في انت مرات بتتكلم بشكل لوم كده عن الحكومات، خلينا نتكلم عنها بشكل ايجابي. يعني اللي حوجتكم لها في المرحله المقبله، شنو المحتاجين له انتم من حكومه الولايه تحديدا في المشروع ده عشان ما يتنفس، عشان ما يجد الاهداف بتاعته واقع بين الناس وعاش في شكل سلام، في شكل بتاع حفاظ على التراث الغير مادي في جبال النوبه؟ والله نحن الحكومات يعني حقيقه لو كان حكومه المركز هنا او حكومه الولايه، احنا كل اللي بنطلبه منهم انه لو فعلا عايزين يحققوا سلام في المجتمع السوداني ما حيقدر يحققوه بالسياسه. خلوا يفصل السياسه من الثقافه والتراث، ادونا احنا ناس الثقافه والتراث، القبيله الثقافه والتراث لكل المجموعات وكل القبائل السودانيه. المجموعه دي يا اخي يريحوهم، يفصل لهم الشغل بتاعهم ده، وفروا لنا فقط معينات. معينات تخلينا نحن ننزل على الارض ونخاطب القواعد. وممكن يتفقوا ببساطه. ما عندهم مشكله. ما عندهم مشكله ابدا. يعني الليله مثلا لو جينا لساحه فيها كرم، الكرم ده بيجيك
المؤتمر الوطني بيجيك، حزب الامه بيجيك، البعث العربي الاشتراكي بيجيك، الاتحاد الديمقراطي، الحركه الشعبيه، كل الاطياف دي، كل المختلفين سياسيا كلهم بيتلموا. بيجيب لك الشافع الصغير، بيجيب لك الرجل الكهل، بيجيب لك الشاب، الناس دي كلها تلقاها داخل البوتقه بتاعت الثقافه وداخل البوتقه بتاعت العنصر الثقافي، سواء كان كيرن ولا بوكسه ولا كامبل ولا بتذوب كل المشاكل. ما في انسان بنظر، انا ما اقدر انظر لك ان انت كحركه شعبيه وده مؤتمر وطني، انت هذا اللي تلاشت على الحاجات دي. اذا هنا دي الفرصه اللي ممكن انت كانسان لك هدف في المجتمع ده، دي اللحظه اللي تقدر تمرر فيها المشروع بتاعك. صحيح. تمرر المشروع، احنا ما عندنا مشكله معاك، انت خليك انت انسان كجوري اوكي ما في مشكله، انا انسان مسلم اوكي خليني مع ديني، انت يهودي، انت مسيحي، انت حركه شعبيه، انت مؤتمر وطني، حزب امه، ايا كانت الفوارق دي بتزول هنا. فانا يبدو لي انه لو الحكومه السودانيه في المركز هنا والحكومات بتاعت الولايات نفذت المشروع ده، لانه المشروع ده لما طرح في ورش استجلب له 18 ولايه ادارات التراث والثقافه في ال 18 ولايه. فده معناه نظره منظمه اليونسكو، يعني دي نظره كبيره جدا، لانه ده خبراء. لكن كل خبراء العالم كلهم، الناس الجهابذه، الناس اللي بيفهموا فعلا في انه ثقافات وتراث شعوب العالم ممكن تصنع السلام. فيبدو لي انه الناس الحكومات، احنا الان كل بنطلب من الحكومه السودانيه هنا في المركز في المرحله القادمه عشان نكون حلوين مع الحكومه ونشجع الحكومه وندق لها الكرنج والكمبل وكذا، احنا بس عايزين الاتفاقيات الدوليه. الاتفاقات الدوليه دي انه عايزين حكومات تصادق على الحكومات الاتفاقات الدوليه دي. الاتفاقيه الصون التراث الثقافي غير المادي دي صادق على الحكومه السودانيه في العام 2008، اخضعتها حيز التنفيذ بعد 10 سنوات في العام 2018. بالنسبه لي احنا كاقليم او كولايه جبال، ولايه جنوب كردفان جبال النوبه، احنا لدينا مظالم كبيره جدا جدا على الحكومات السابقه، ونرجو انه الحكومات الحاليه تنصفنا في الحته دي. احنا منظمه اليونسكو توجهت لنا بمشروعين كبار جدا جدا. المشروع الاول في العام 2010 هو مشروع الخارطه الثقافيه لولايه جنوب كردفان. انا كنت من ضمن الناس اللي كان كلفوني باني اعمل معالجه للداتا. المشروع ده تم اجهاضه بعد تنفيذ المرحله الاولى. ده في 2015 جاء المشروع بتاع كادوغ لعاصمه التراث السوداني، وده مشروع بيقوم على بنيه تحتيه كبيره، يعني بيقوم على 8 مراكز ثقافيه تراثيه. بيقوم على 2 حلقات او حلبه بتاعت صراع. بيقوم على متحف في كادوغلي ومبنى بتاع المشروع ذاته داخل اداره التراث والثقافه. واسف، المشروع اللي قبله بتاع الخارطه الثقافيه ده اساسا يعني بعد المرحله الثانيه كان حيبنوا فيه اكبر متحف في افريقيا والشرق الاوسط في كادوغلي، حيتبني معاه اكبر مسرح في افريقيا والشرق الاوسط. دي من الفوائد اللي كان ممكن تجعل جبال النوبة قبلة، وأصلا هي قبلة طبعا قبلة تمتلك من ثقافة وسياحة. بالضبط. طيب أستاذ عبد الله، أثناء الحديث بتاعك ده عن منظمة اليونسكو وخاشة بمشروعين كبار جدا في السودان، خلينا برضو ما نخفي يعني بعض الأحاسيس اللي عندنا في السودان، إنه نشوف إنه أي منظمة خارجية هي عايزة تتدخل في الشان السوداني، يعني إذا كان في ثقافة أو سياسة أو غيره، يعني هسه هي مقدمة لك مشروعين كبار جدا. أيوة. بفوائد كبيرة جدا. أيوة. السؤال بتاع المواطن اللي بيفكر كده، إنه يقول شنو بتستفيد منه المنظمة دي في إنها تدعمك بالمشاريع الكبيرة جدا والأموال والاهتمام الكبير، ويعني هل هي حتستفيد من شيء معين في جبال النوبة، إذا كان من أرض، من إنسانة، من شيء معين، ولا هي فقط هدفها يعني محافظة على نسيج اجتماعي وثقافي وسلام فقط يعني؟ والله الشيء المعروف انه العلاقات بين الدول بتقوم على المصالح. ما في انسان بيسحب من اوروبا ويجي لحد جبال النوبه عشان يقدم لك حاجه كده على طبق من ذهب ولله. في التاكيد لهم مصالح هم. يعني زي الرحلات البحثيه اللي كانت بتتم زمان في الخمسينات وفي الستينات، عندنا منها لقطات. يعني الفتره ديك البعثات اللي كانت بتجي دي، انسان في وقت لا فيه يعني طائره، الناس كانت تتحرك بالسفن، ولا في مركبات، الناس كانت تتحرك بالدواب بارجلها. يعني واحد يجي من المانيا مثلا لحد ما يصل لاقصى جبال النوبه عشان يصور له مثلا مجموعه بترقص او مجموعه بتمارس لا اي طقس من الطقوس دي، اكيد مستفيد. مش كده العقل ما بيقبله. في حاجه
تمام. احنا متاكدين انه المنظمات اللي بتجي دي ليها اغراض اخرى، لكن ده طبعا الشغل بتاع الجهات الامنيه هي اللي بتتابع العمل. اغراض مشروعه ولا غير مشروعه؟ والله في حاجات مشروعه وحاجات غير مشروعه. بالذات يعني احنا المناطق بتاعتنا في صراع بتاع تنصير وصراع بتاع اسلمه. دي البدايه اساسا كانت عن المنظمات اللي بتجي كان بداخلها من اجل الغرض بتاع الاساس التنصير في صراع مع الموجه بتاعت الزحف الاسلامي. دي ممكن تكون دي واحده من الاسباب، وممكن يكون نشر للعقيده، ودي حاجه طبعا انت ما بتقدر تمنعهم طالما انه في ناس بيقبلوا الكلام ده. لكن احنا كنا بنخشى بانه المنظمات دي تجي ويكون ليها تاثير على الامن القومي بتاع الدوله. احنا ما بنقبل منه بلدنا يجي انسان تقدم لي حاجه وفي مقابل الامن بتاع الامن القومي بتاعنا ما بنقبله. طبعا اكيد ما حنقبل. لا ما حنقبل ابدا. من ناحيه ثانيه، منطقه جبال النوبه معروف تراث الكبير جدا، هل بتشابه مناطق اخرى مثلا زي منطقه النيل الازرق، بتشبه مناطق في التراث ولا مختلفه تماما عن كل من عداها؟ والله في اختلافات. في اختلاف في الطريقه بتاعت الاداء الراقص بتبقى في اختلاف، في الالات الموسيقيه برضه. الناس النيل الازرق بيركزوا على الالات بتاعت النفخ اكثر حاجه، الوازة. لكن احنا عندنا الالات الايقاعيه مثلا زي هو قال لا الكرن ايوه. وبرضه بيعتمدوا على القرن، إضافة لأنه بيعتمدوا على الغنى بدون استخدام آلة موسيقية. يعني بالصفقة. وفي غنى بدون صفقة بدون أي حاجة، دي الأغاني بتاعت الرساء. يعني حتى عندنا هم بيغنوا في الرساء؟ أكيد. يعني عندهم الوفدي لها طقوس كبيره جدا. احنا بنتمنى له التوفيق يا ملاس. مركز جبال النوبه الثقافي حيكون زي ما قال واحد من مراكز الحجمه، اكيد ان شاء الله. الهدف الاساسي السلام، وبعد ذلك تجي الاهداف الثانيه. بالظبط. يعني باستضافتك، وان شاء الله المره الجايه تجينا والمركز هو تم انشاؤه وعنده اهداف تم تنفيذها يعني. ان شاء الله. شكرا إن جزيلا. ان شاء الله. الف شكر لكم، والتحيه يعني لكل مشاهدينكم، ونتمنى ان نكون قدمنا ماده يعني تنال الرضا وقبول المتابعين ان شاء الله. الف شكر لكم. لسه متواصلين يا حسن، حنطلع فاصل ونرجع تاني.